التطور الصناعي والانتقال العالمي نحو الطاقة المستدامة يشهد الطلب على المعادن الحيوية ارتفاعا ملحوظا، حيث من المتوقع زيادة الطلب على الكوبالت والنيكل والليثيوم والنحاس بنسبة تصل إلى 500% بحلول عام 2050. تم الإعلان عن مبادرة رائدة في هذا السياق، حيث أعلن مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو جيرارد مولر عن تأسيس تحالف وشراكة عالمية للمعادن المسؤولة والخضراء، وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع شركاء دوليين وبدعم من المملكة. وفي تصريحه خلال جلسة مستديرة في منتدى المعادن المستقبلي في العاصمة السعودية الرياض، أكد مولر أهمية المعادن الحيوية في تحقيق الانتقال إلى الطاقة الخضراء والصناعة البيئية، وشدد على أن يكون التحالف يمثل فرصة حقيقية للدول المنتجة لزيادة قيمة إنتاجها المحلي وخلق فرص عمل، مع الالتزام بحقوق الإنسان ومعايير القطاع، إلى جانب وضع معايير بيئية واجتماعية ملزمة لصناعة التعدين وتقديم الدعم للدول لتنفيذ هذه المعايير من خلال نظام تصديق قوي. التطورات الحالية في صناعة المعادن تظهر أهمية فحص سلاسل الإمداد بشكل مستمر، والتحالف بدوره سيسهم في وضع دلائل ومعايير دولية لسلاسل الإمداد المستدامة، مع التركيز على تقديم دعم للدول لتنفيذ هذه المعايير. التوازن بين احتياجات الصناعة والحفاظ على البيئة يشكل تحديا هاما، والتحالف سيعكس تفاعلا بين الحكومات والصناعة والمؤسسات الدولية لتعزيز قطاع التعدين بطريقة مستدامة، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وضمان استدامة المصادر المعدنية الحيوية. هذا التوجيه يبرز أهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين الاقتصاد والبيئة. وللحديث أكثر حول هذا التحالف ينضم معي من جدة الباحث والمستشار في شؤون الطاقة الدكتور يوسف شمري عبر سكايب. أهلا وسهلا بك دكتور، ضيفنا الدائم. يعني لو يكون ما يعني أهمية قطاع التعدين في مستقبل صناعة الطاقة، ما الفرص المتاحة للمملكة في هذا المجال؟ أهلا وسهلا أخي دكتور نايف، ودائما سعيد في مع الأخ دائية. هو في الحقيقة لما نتكلم إحنا عن موضوع التحول الاقتصادي اللي جالس يعيشه العالم خصوصا في مجال الطاقة، صناعة المعادن أو سيحتاج كمية كبيرة من المعادن. لو مثلا أعطيك سبيل المثال، مثلا السيارة الكهربائية الواحدة مثلا تتطلب 13 مرة معادن أكثر من السيارة التقليدية العادية. مثلا خلينا نقول مثلا محطة اللي هي طاقة الريح تتطلب 6 مرات معادن أكثر من محطة اللي هي الإنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري. فإحنا أعتقد أننا منتقلين إلى اقتصاد معتمد بشكل كبير على المعادن، وستكون هنا من الرابح في المسألة هذه اللي هي الدول اللي سيكون عندها وفرة في صناعة التعدين. فهذا خلينا نقول من الاقتصاد الحالي اللي هو مبني على المواد الكيميائية اللي هي المواد النفطية والغاز بشكل كبير. فطبعا هذا خلينا نقول في أفضل السيناريوهات. طبعا أنا شخصيا ما أصدق أنه حيكون الاقتصاد بالكامل مبني على الطاقة المتجددة، أعتقد أن النفط والغاز سيبقى لهم حيز مهم. فهذه المسألة مهمة، فبالتالي الطلب على المعادن سيرتفع، وهنا خلينا نقول الفرص المتاحة للمملكة. المملكة طالما يعني لديها جزء كبير من الثروات المعدنية الغير مستغلة، لو بس نبي نشملها يعني حسب التصريحات اللي سمعتها من وزارة الاستثمار يقال أنه هنالك أكثر من 48 معدن في المملكة، لكن أهمها هو معدن النحاس. طبعا في كم يعني ثروات جدا كبيرة من معدن النحاس، وهذه سيرتفع الطلب عليه. معدن الفوسفيت وأيضا صناعة الحديد، فلأن النحاس يدخل في صناعة الخلايا الشمسية، الحديد يدخل في صناعة اللي هي المحطات اللي هي التوربينات الرياح، وأيضا اللي هو الفوسفيت مثلا وهو أيضا معدن مهم جدا، هذه يستخرج منه اليورانيوم وهذا مهم لصناعة الطاقة النووية. فأعتقد أنه يعني التحول اللي جالس يعيشه العالم ستكون المملكة بإذن الله لاعب جدا مهم فيه من ناحية توفير المواد الأساسية أو المعادن الأساسية اللي يحتاجها العالم للتحول نحو نظم طاقة مستدامة. نعم دكتور، تم توقيع اتفاقية تعاون في الأمم المتحدة كما رأينا في التقرير، وهذا مؤشر مهم لمستقبل قطاع التعدين. ماذا ستقدم لنا هذه الاتفاقية؟ هي الاتفاقيات لما تتكلم عن التعاونات الدولية لها جزئين، يعني يكون هو تعاون بايلاترال أو أنه تعاون ثنائي بين دولة ودولة، وفيه تعاونات مختلفة أنها تكون مالتي لاترال وهو تعاون متعددة الأطراف. وهنا منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ضمن التعاونات اللي هي تصنف متعددة الأطراف، لأنه يكون فيها
هي منظمات دولية. فهذه التعاون هذا ايش يعني يوفر للدول؟ يعني يتيح لها الفرص انه يكون هنالك في اللي هو الاكسس، او انه يكون هنالك في امكانية للحصول على قدرات او خبرات عالية تمكن الدول من تحقيق اهدافها التنموية، وبالاستفادة من تجارب الدول اللي يعني كان لها يعني تجربة في هذا المجال. يعني صناعة المعادن ليست جديدة أخي نايف، يعني في مثلا في بداية القرن العشرين يعني معروفة كانت في أوروبا، موجودة في بريطانيا، وكان لها انعكاسات بيئية سيئة يعني من ناحية تلوث المياه والأنهار، ومن ناحية أيضا الهواء. فأعتقد أن الاستفادة من تجارب الدول خصوصا في خلال القرن الماضي جدا مهمة، وأعتقد أنه هذا الموضوع اللي تركز عليه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية هنا. فأعتقد أنه هنا مسألتين مهمات، ليس فقط الانبعاثات وجودة الهواء، بل أيضا اللي هي موضوع المياه، وأن ما يكون هنالك فيه آثار سلبية من ناحية التلوث، وخصوصا المواد اللي تتركها اللي هو عمليات في التعدين اللي هو الويست ماتيريالز زي ما يسمى. فأعتقد هذه اللي هي ما يعني ما تسهل مثل هذه الاتفاقيات. طيب لعل يقودني يعني حديثة قبل قليل عن بعض المعادن التي هي ربما شريكة في بعض أدوات الطاقة الجديدة، أو أنها يتم يعني استخراج منها طاقة مثل اليورانيوم وغيرها من الطاقة النووية. كيف يمكن أن يكون قطاع التعدين مستدام بيئيا، وأيضا كيف سيعزز من محتوانا المحلي؟ هو يفتح صناعات جديدة أخي نايف. يعني إحنا نتكلم عن قطاع جدا جديد، وإضافاته للناتج الاقتصادي أعتقد بإذن الله ستكون يعني جدا مهمة. هنا مسألة أنه طبعا حيكون هنالك فيها من بداية اللي هي السبلاي تشين، من بداية اللي هو عمليات التعدين إلى عمليات استخراج المعادن إلى عمليات التصدير. طبعا هذه كلها كل مرحلة تمر فيها من ناحية سلسلة الإمداد سيكون موضوع البيئة جدا مهم، خصوصا موضوع اللي هي استهلاك الطاقة. استهلاك الطاقة في عمليات التعدين ليس بالأمر السهل. فهنا موضوع أول شيء انبعاثات الكربون، وهنا أعتقد الطاقة المتجددة قد تكون لها حيز مهم من ناحية تقليل انبعاثات الكربون من عمليات التعدين. العامل الآخر اللي هو سبق أن ذكرت اللي هو المخلفات اللي تتم من عمليات المعادن، أعتقد أنه إعادة معالجتها، إعادة أيضا التخلص منها بطريقة لا يعني تؤثر على البيئة، أيضا هذا عامل مهم. مسألة اللي هي المحتوى المحلي، طبعا هذه كلها ستصنع كفاءة يعني فرص وظيفية. فأعتقد هنا أعتقد أوريدي في جامعات عندنا في المملكة مثل جامعة الملك فهد البترول والمعادن أوريدي بدأت تفتح تخصصات للتخصص في صناعة التعدين وهندسة المعادن. فسنحتاج طبعا أنه يكون هنالك في كفاءات سعودية متخصصة لتشغيل هذه الصناعة الجديدة، فبالتالي سيكون هنالك عندك محتوى محلي أفضل، وأيضا صناعة مستدامة بيئيا أفضل. خاف نرجع لدوامة الحياد الكربوني وغيرها من مخلفات المعادن، يعني خاف تتكرر نفس العملية وأن يكون هناك مخلفات، تحديات، صعوبات ربما نواجهها مرة أخرى. بالضبط. شكرا. هذا اللي كنت أذكر لك يا أخي نايف، أنه الصناعة ليست بالجديدة، وفي دول جربتها في السابق وكان انعكاساتها البيئية جدا سلبية. فأعتقد أنه يعني المستقبل صناعة المعادن في السنوات المقبلة بإذن الله يكون بشكل أفضل وبيئيا أفضل، ويكون فيها ابتكارات جديدة. شكرا دكتور يوسف بإذن الله الشمري الخبير في شؤون النفط والطاقة، شكرا جزيلا لك.